تكون ابو فاضل هذيك البيست تليفون بالتاجي. لا شك أن السجن تأديب وتهذيب وإصلاح، ولكن مع الأسف في أرض الواقع قد يتحول السجن الذي يجتمع فيه المذنب الصغير مع الكبير إلى مدرسة تنتشر فيه تعاليم ارتكاب الجريمة، وفي بعض الأحيان تنتشر فيه المخدرات. هو أمر شائع في جميع بلدان العالم من الأمريكيتين إلى الصين، ولكن في هذه القصة لا نتحدث عن الفساد الذي يتسبب به المساجين المعتاد، بل عن فساد في أروقة إدارة السجن نفسه. في العراق تسرب فيديو من داخل سجن التاجي في بغداد استغاث المساجين من خلاله بالحكومة لإنقاذهم من ممارسات إدارة السجن التي تجبرهم على شراء المخدرات والهواتف النقالة وبمبالغ تصل إلى 1.5 مليون دينار عراقي، وهو ما يعادل 1000 دولار أمريكية. الفيديو الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وتصدر حديث الشارع العراقي وصل لوزير العدل العراقي خالد شواني، والذي قرر بدوره إعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه وأيضا عدد من المسؤولين وإحالتهم جميعا إلى التحقيق. تجربين عمي تجربين في الدات المعاون أوفنا الله لا يوفقك الله لا يوفقك وحق هذا يمين الله يدانه بهذا النحمد وحق هذا كلام الله كلام غيرتك أحمد كلام ما شف سويت بينا الله لا يوفقك رحمونا رغم التحرك الرسمي وإحالة المسؤولين إلى التحقيق، إلا أن هذا الفيديو أو فيديو سجن التاجي فتح أبواب الجحيم على ملفات أخرى. فيرى العراقيون أن الفساد أصبح متفشيا في كافة السجون، وأن الإجراءات المتخذة بشأنها ليست كافية. سنقرأ لكم في هذا السياق بعض التعليقات، وسنبدأ من سيد الذي كتب: إلى سيادة وزير العدل المحترم، أما آن الأوان لكي تستأصل الأورام الخبيثة من دائرة الإصلاح؟ ليس سجن التاجي فقط، المرض آخذ بالانتشار داخل جسد هذه الدائرة وننتظر علاجكم. أيضا فرح أشارت إلى حالة السجون عامة وقالت: مو بس سجن التاجي، تجينا مناشدات على سجن أبو غريب، ينطوهم بطل ماي يضل بي يوم كامل والأكل قليل ويجبرون السجين يشتري من الحوانيت. رجاء أيضا كتبت في هذه التغريدة: خطوة ممتازة، ربي يحفظك يا وزير العدل، وياريت حملة لكل السجون مثل هاي المناصب، طلعهم وحيلهم للتحقيق، والله شاهد أنهم ظلام يستحقون السجن. رحمتك يا معالي الوزير، عوائل تشردت بسبب الظلم والابتزاز وحوانيت السجون. أخيرا قاسم في هذه التغريدة يكتب: وين العدل بالموضوع؟ شوفوا سجن التاجي صار مهزلة، اللي حكمه سنة مخلينا ويا ثقيلة تجارة، السلام عليكم بفلوس، لو بس يزور كل السجون ويشوف الأمراض والبرد والجوع والعطش وغلاء الحوانيت. سجن التاجي، وما أدراك ما سجن التاجي. لنعرف أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الصحفي والناشط السياسي حامد السيد. أهلا وسهلا بك. صدمة كبيرة شكلها الفيديو المسرب من سجن التاجي والذي ناشد به السجناء الحكومة لإنقاذهم من ممارسات إدارة السجن والتي تجبرهم على شراء المخدرات والهواتف النقالة وغيرها. ما الجديد في هذه القضية برأيك؟ وكم من الوقت سيستغرق هذا التحقيق للكشف عن صحة ما ورد في الفيديو؟ شكرا جزيلا لكم على كرم الاستضافة. لا يشكل جديد بالنسبة لي ولكثير من العراقيين الذين شاهدوا مثل هذا المقطع، فبالنسبة لهم يعني هذا المشهد هو المألوف، وهو انعكاس حقيقي لأداء طبقة الحكم السياسية الفاسدة، وبالتالي
هذا الأداء الفاسد والفاشل ينعكس على مؤسسات أو عمل مؤسسات الحكومية حينما تتوزع كغنائم وحصص للأحزاب السياسية المهيمنة على السلطة منذ عام 2003؟ لأنه نحن نتحدث عن وزارات توزع وتمنح للأحزاب وكأنها حصة ممنوحة ثابتة لا تتغير معادلتها إطلاقا، من استحقاق الحزب المهيمن على السلطة إلى أن تكون استحقاق للكفوء والقادر على تولي مهامها. وبالتالي إبعاد الشخص الذي يمكنه بالنهاية أن يقدر المصلحة العامة ويقدم الخدمة العامة من مفاصل الدولة، هذه نتيجته مناشدة من سجناء في سجن التاجي، وستظهر مناشدات وظهرت في السابق مناشدات من سجون. والسؤال هنا، كيف دخل الموبايل إلى سجن التاجي ووثق هذه المناشدة؟ نعم. بحد ذاته هذا يقودنا إلى نتيجة حتمية على أن هناك بالفعل تواطؤ، لو الحارس متواطئ مع المسجونين. لأن من المستحيل بمكان أن نتحدث عن سجن يعتقل عدد كبير من المدانين بالإرهاب والجرائم الجنائية اللي ترتقي إلى جريمة الإرهاب، لا يمكن لصحفي ولا يمكن لناشط ولا يمكن لأي فاعل في منظمة المجتمع المدني أن يقترب من هذا السجن وهو يحمل كاميرا أو موبايل بإمكانه أن يوثق صورة. كيف دخلت هذه الكاميرا ووثقت مناشدة السجناء؟ وكيف استطاع بالنهاية حارس السجن أن يتغاضى عن مثل هذا المشهد؟ وكيف بث وسرب من السجن؟ يوجد خدمة واي فاي للمسجونين، احنا نتحدث عن دولة مثلا تمنح حرية الرأي والتعبير للمسجون داخل المعتقل اطلاقا. الحارس وثق هذا المشهد واخرج من السجن. هذه أسئلة عميقة يجب أن تجيبنا عليها وزارة العدل. صحيح. القصص اللي نعرفها عن السجون العراقية أستاذ حامد أثار ردود فعل شعبية غاضبة بين المواطنين، وأعاد قضايا الفساد لتصدر الواجهة في العراق وخاصة المتعلقة بالسجون منها تحديدا. هذا يطرح تساؤلات كثيرة اليوم عن الدور الحكومي بمتابعة ما يحدث داخل السجون من تجاوزات وغياب الدور الرقابي فيها. لا نرجو منه خيرا الدور الحكومي صراحة أن نتحدث، وقد يكون رأيي هنا سوداوي ومطلق اتجاه الحكومة، وهنا لست بصدد أن أواجه الحكومة باعتبارها هي التي تتحمل كل الأخطاء. لا، أكو مظلة سياسية جاءت بالحكومة، هذه المظلة السياسية هي التي بالنهاية تتحكم بمعادلة المؤسسات الخدمية والمؤسسات الأخرى في الهيكل الإداري للدولة. احنا بنتحدث عن التكالب على المدراء العامين وعلى الوكلاء وعلى مفاصل إدارية في الدولة من قبل الأحزاب، هو لغرض ولتحقيق هدف واحد وهو الاستثراء وكسب النفوذ والثراء الفاحش من خلال هذا الموقع لصالح هذه الأحزاب المتنفذة. نعم. أنا تحدث لش عن وقائع حس سيدة الكريمة نعم. قضية حراسة السجون تشترى بالمال وتباع بآلاف الدولارات. طيب، عذرا على المقاطعة، هذا الأمر أيضا فتح الباب حول سجن. حقيقة ما يحدث في السجون العراقية، وكما رأينا في التعليقات كثيرا كانوا يسألون عن المزيد يحدث الأكثر من ذلك مما يحدث. نعم، هل برأيك هذا لا يحدث الأكثر من ذلك؟ يحدث الأكثر من ذلك سيدتي. نعم. لن يفتح. احنا نتحدث عن عن شهداء يسقطون في احتجاجات الحكومة توعد بكشف حقيقة من قتلهم، واحنا امام سنتين ثلاث سنوات لن نعرف من قتل متظاهري احتجاجات تشرين. نتحدث عن جرائم اخرى ارتكبت بحق المواطنين، عن مخالفات وعن اغتيالات وعن كاتم الصوت الذي يتجول بدراجة بكل رشاقة أمام مرأى المؤسسات الأمنية في شوارع بغداد ويقتل الناشطين والصحفيين ويقتل الباحثين وآخرهم الشهيد هشام الهاشمي، ولا زال المدان بمقتل هشام الهاشمي لم يعرض أمام المحكمة وتؤجل محاكمته كلما يأتي دورها.
بسبب ارتباطه بجهة مسلحة، جهة نافذة. هذه الجهة لا يمكن للدولة أن تواجهها ولا يمكن أن تقف أمام إرادتها، لأنها تحمل سلاح وسلاحها أقوى من سلاح الدولة مع الأسف. نحن نتحدث عن مؤسسة حكومية محاطة بأسيجة كونكريتية تدخل فصائل مسلحة إلى أسوار المنطقة الخضراء وتسحق بأقدامها على صورة رئيس الوزراء. تتذكرون هذا المشهد جيدا؟ لو لا ولو هذا خرجنا عن الموضوع، بس هو هذا النظام، يعني هذه النتيجة، هذا انعكاس لانهيار النظام في العراق، لأنه نظام مبني على أن يوزع المواقع الإدارية بناء على رغبة الأحزاب المتنفذة الفاسدة الفاشلة، وليس بناء على وجود الكفو والقادر على تقديم الخدمة العامة. هذه واقعة بسيطة، أكو وقائع في السجون تحدث أكبر وأفظع وأفجع. أكو سجناء يتم إخراجهم من زنازينهم، يذهبون إلى زيارة المراقد المقدسة ويرجعون إلى زنازينهم لأنهم محميين ولديهم مظلة سياسية وأحزاب تقف خلفهم. أكو سجناء لديهم حسابات إلكترونية. عذرا على المقاطعة ولكن لضيق الوقت، شكرا لك، كنت معنا من بغداد الصحفي والناشط السياسي حامد السيد.